المستشار النمساوي يبدأ حملته الانتخابية بالتضييق على اللاجئين. فيينا تشهد مظاهرات واسعة ضد التطرف اليميني ومعاداة السامية. دراسة تتوقع زيادة العمل بالأسود بسبب الركود الاقتصادي. فيينا تطلق حملة مليون شجاع للدعم النفسي في المدارس. وهزتان أرضيتان في تيرول دون أضرار. وأخيرا النمسا تعمل على قطار يصل فيينا بميونخ خلال ساعتين. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. بدأ المستشار النمساوي كارل نيهاما حملته الانتخابية المقبلة نهاية هذا العام بخطاب من مدينة فيلس في النمسا العليا. وتعهد نيهاما بتقليل الهجرة وتقييد حقوق اللاجئين، إضافة إلى خطة وقف صرف الأموال النقدية لطالب اللجوء وفرض الخدمة الاجتماعية الإلزامية وربط حصول اللاجئين على الفوائد بالإقامة لمدة 5 سنوات، حيث يهدف إلى تطبيق النموذج الدنماركي في معالجة الهجرة. كما تدعو الخطة لاستخدام عمال مهرة وتوفير فرص عمل وتخفيض الضرائب لجذب المزيد من أصوات الناخبين. شهدت العاصمة النمساوية فيينا تظاهرة واسعة ضد اليمين المتطرف، وذلك بعد الاحتجاجات الرافضة للتطرف اليميني في ألمانيا. ونظمت المظاهرة في فيينا تحت عنوان الدفاع عن الديمقراطية أمام البرلمان برعاية منظمات مدنية وسياسية، إضافة لدعم من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر. وندد المحتجون بالتطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية، وحضر أكثر من 5000 شخص، حيث قاموا بتشكيل حلقة بشرية حول البرلمان. وفي الوقت نفسه خرجت مظاهرات في كل من إنسبروك وسالزبورغ. أشارت دراسة للاقتصاد وخبير العمل غير المشروع فريدريش شنايدر إلى زيادة الأعمال غير القانونية في النمسا بسبب الاقتصاد الضعيف والتضخم العالي. وتوقع أن يصل حجم الأعمال غير المشروعة إلى أكثر من 34 مليار يورو، ما يمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل النمسا المرتبة الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي في نسبة العمل غير الرسمي. وأضاف الخبير أن الواقع الحالي يتسبب في خسائر تقدر بين 2 و3.5 مليار يورو في مدفوعات التأمين، ويشكل قطاع البناء الجزء الأكبر بنسبة 93%. أعلنت مدينة فيينا عن 10 مشاريع جديدة لصحة طلاب المدارس النفسية في إطار حملة مليون شجاع. وتشمل المشاريع ورش عمل فنية وبرامج تدريب على التحكم في الغضب للتصدي للتحديات النفسية التي يواجهها الطلاب. ويهدف الدعم أيضا إلى التصدي للتنمر والعنف بشكل وقائي. وتم اختيار المشاريع لتلقي تمويل إجمالي 1 مليون يورو. وتشمل المبادرة برنامج توجيه للشباب الذين يعانون من ضغوط نفسية، وتوفير دعم للمعلمين لتوفير بيئة تعليمية صحية وداعمة. شهدت المنطقة المنخفضة في تيرول هزتان أرضيتان صباح الجمعة، حيث وقعت هزة بقوة 2.2 قرب سانت أورليخ أم بيرلاسي. وعلى الرغم من ضعف الهزة إلى أن السكان شعروا بها بوضوح، وتابعتها هزة ثانية بقوة 1.9 بعد 1.5 ساعة. ووفقا لخدمة الزلازل النمساوية، ولا يتوقع حدوث أضرار جسيمة جراء هذه الهزات، مضيفة أن مثل هذه الهزات تحدث بشكل دوري في النمسا ونادرا ما تسبب أضرارا، حيث تتراوح قوتها بين 1.9 و3.8 درجات.
قدمت وزيرة المناخ لينورا جيفيسلر ورئيس السكك الحديدية النمساوية ÖBB أندرياس ماتيا مسودة شبكة 2040 لتوسيع السكك الحديدية. ويشمل التوسع تحسينات على خط السكك الحديدية إنسبروك بان لتقليل وقت الرحلة بين فيينا وميونخ لساعتين ونصف فقط، إضافة لخطوط وأنفاق جديدة، وتبلغ تكلفة المشاريع المخطط لها حوالي 26 مليار يورو، تشمل 67 مشروعاً بغرض تقليل أوقات الرحلة وتجهيز الشبكة بقطارات أطول وأثقل، إضافة لجعل حركة البضائع أكثر تنافسية وخلق فرص عمل جديدة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.